صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يعمل في العملة حيث إنه يقوم بتحويل الريال إلى الجنيه المصري، ويقوم بأخذ 25 ريالا على كل 1000 ريال، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز إذا كان اختلف الجنس. إذا اختلف الجنس ما في مانع من الزيادة، جنيه مصري ريال سعودي يجوز، كذلك خلاف العملات ذهب بفضة لا مانع من الزيادة، إنما يشترط تقارب في المجلس. نعم.